سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا لرحاب القرآن فهبي أنسام الجنات علينا. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة جديدة من ليالي شهر رمضان المبارك، وفقنا الله لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وليلة جديدة من برنامجكم المسابقاتي القرآني في رحاب القرآن الكريم. لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان. الله فضله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان. هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان. أحييكم إلى هذه الحلقة، والتنافس مستمر مشاهدين الكرام في فئة المصحف، وأرحب في مستهلها بلجنة التحكيم معنا في هذه الليلة، بداية بالدكتور خالد الكبودي رئيس اللجنة. أهلا ومرحبا بك دكتور خالد. الله حياكم الله. وكذلك أرحب بالشيخ غازي البكيلي عضو اللجنة، أهلا ومرحبا بك. حياكم الله وسهلا بكم. كما أرحب أيضا بالشيخ باسم الحبشي عضو اللجنة، أهلا ومرحبا بك. الله يحفظك سلمك. أرحب أيضا بالأخوات الفاضلات معنا في هذه الحلقة، والبداية من على يميني تعرف كل متسابقة معنا في هذه الليلة باسمها. تفضلي أختي. المتسابقة ألفة محمد أحمد الصلاحي، محافظة تعز، مؤسسة السعيد. أهلا بك أخت ألفة، وأتمنى لك التوفيق والنجاح. تتفضل المتسابقة الأخرى. المتسابقة أمينة حسن هبة عواض، محافظة الحديدة، جمعية المعرفة. أهلا بك أخت أمينة، وأتمنى لك أيضا التوفيق والنجاح. وكذلك أيضا نرحب بالمتسابقتين على يساري. تفضلي أختي، تعرفي باسمك. المتسابقة أمة الخالق محمد الغيلنج، محافظة حجة، جمعية التواصل. أهلا بك أخت أمة الخالق، ونتمنى لك التوفيق والنجاح. وتتفضل الأخت الأخرى أيضا بالتعريف باسمها. المتسابقة شفاء عبد الله بن شعيب، وادي حضرموت، الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. أهلا بك أخت شفاء، ونتمنى لك أيضا التوفيق والنجاح. وبالتأكيد مشاهدين الكرام، للتذكير فقط، ستغادر متسابقة واحدة فقط في هذه الليلة، بينما ستتأهل الثلاث الأخريات في إلى المرحلة القادمة، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح. وبلا شك أنه لا خاسر مع كتاب الله عز وجل، ولكن هذه هي طبيعة المشاركة في هذا البرنامج في موسمه الجديد و رحاب القرآن الكريم. إذن الكلمة الآن للجنة التحكيم، والسؤال في الجولة الأولى للجنة التحكيم يتم طرحه على المتسابقات. تفضلوا. سبحان الله سبحان مأرب بيتنا. مأرب بيتنا. مأرب بيتنا.
مأرب بيتنا. مأرب بيتنا. مأرب بيتنا. مأرب بيتنا. هذه الفقرة برعاية صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في الحلقة الرابعة من برنامجكم في رحاب القرآن الكريم، وباسمكم نرحب بالمسابقات معنا في هذه الليلة. المسابقة الأولى ألفة محمد أحمد الصلاحي، ومعك بنيتي 5 أسئلة، اختاري أحدها من 1 إلى 5. 2. السؤال الثاني، يتفضل شيخنا الدكتور باسم بإلقاء السؤال على المتسابقة الأولى. تفضلي فلتقرأي من قول الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت العزيز العليم الحكيم. إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه ولقد إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أحسنت وبارك الله فيك. ما شاء الله، بارك الله فيك ووفقك الله. ننتقل إلى المتسابقة الثانية، أمينة حسن هبة من محافظة الحديدة. مرحبا بك ابنتي، اختاري بقي السؤال الأول والثالث والرابع والخامس. أيها تريدي؟ ثلاثة. الثالث.
تفضل أيضا شيخنا الدكتور باسم بإلقاء السؤال، تفضل. السؤال الثالث من قوله تبارك وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نحشر المجرمين إلى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. لا يملكون ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا صحيح تم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة وردا. آتيه يوم القيامة فردا. أعيد الآية. آتيه يوم القيامة فردا. أحسنت وبارك الله فيك. أحسنت يا أمينة، ما شاء الله وفقك الله. سبحان الله سبحان. بارك الله في المتسابقتين معنا في هذه الجولة، وجزا الله خير الجزاء لجنة التحكيم، مع تقديرنا مشاهدينا الكرام لرهبة التصوير والكاميرات، كون الأخوات بلا شك أنه لأول مرة يصورن برنامج كهذا، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في هذه المنافسة. هو حكمه، هو علمه، هو نوره، وصراطه الهادي إلى الرضوان. جمع العلوم دقيقها وجليلها، فيه يصول العالم الرباني. قصص على خير البرية قصه ربي، فأحسن أيما إحساني. وأبان فيه حلاله وحرامه، ونهى عن الآثام والعصيان. المشاهدون الأكارم، نذهب وإياكم لمتابعة فقرة قصة نجاح قرآنية، ومن ثم نعود للمنافسة القرآنية هنا في الاستوديو والجولة الثانية. نتابع. سبحان الله سبحان الله. بجناح الأشواق أتينا، للقاء الأحباب سعينا. هذه الفقرة برعاية رجل الخير والإحسان صالح محمد عبد رب الطاطي. فهو ربي أنسى الجنة علينا.
في الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا لرحاب القرآن فهب أنسام الجنة. الحمد لله رزقني الله بثلاثة أبناء مبارك وعمار وأنعم، فكانت بداية حفظهم لكتاب الله منذ الصغر، أحفظ القرآن الكريم كاملا ولله الحمد، أعمل معلمة في حلقة تحفيظ قرآن كريم. بدأت حفظ كتاب الله وعمري 19 سنة، وكنت متزوجة ولدي ولد، وأتممت حفظ القرآن وعمري 21 سنة. شجعني على حفظ كتاب الله والدي الكريمين وزوجي وكذلك عمي وعمتي. الإنسان مع القرآن يشعر بالسعادة، يشعر بالقرب من الله، يبتعد عن الملهيات، يبتعد عن كل شيء، فيعيش حياة أخرى، حياة فيها سعادة، فيها راحة، فيها طمئنان، فيسمو بأخلاقه وبتعامله مع الآخرين. هذه الرحاب تبارك الرحمن فيها الهدى والنور والإيمان، الروح تضمأ فاعتني بالروح. كنت أجمع بين القرآن والمدرسة. أولاً كنت أقوم في الصباح الباكر وأبدأ بالحفظ، إلى أن أتي وقت المدرسة فأذهب إلى المدرسة، وعندما أعود أبدأ بمذاكرتي وكتابة واجباتي إلى عصر، ومن ثم بعد صلاة العصر أبدأ بالمراجعة اليومية. بدأت مسيرتي في حفظ كتاب الله عز وجل في محافظة صنعاء. كنت أدرس في فترات متقطعة في مركز صيفي، يعني بالإجازة الصيفية، وبعض الأشخاص يظنون أن عندما يدخل المركز لحفظ القرآن والمدرسة يحس أن يعني القرآن يزاحمه، لا يستطيع أن يتفوق بالمدرسة ولا يستطيع أن يتفوق بالقرآن، بل العكس، أن القرآن يزيد يبارك الوقت، يساعدك على الاهتمام، يزيد قدرتك في الحفظ. الذي ساعدني على حفظ القرآن، أولاً كنت آتي في الصفوف الأولى في المراتب الأولى، وكذلك كنت أنا وأخي زملاء في المراجعة، كان كل منا يشجع الآخر، وكذلك أمي كانت تدعمني. أولاً أشكر الله عز وجل، ثم لوالدي الذين كانوا لهم الدور الأساسي، وكذلك معلمي الذين بذلوا جهدهم وأوقاتهم من أجل أن أحفظ كتاب الله، ثم الشكر لزملائي، لكل من ساعدني إلى أن وصلت إلى بداية المشوار. هذه الرحاب تبارك الرحمن فيها الهدى والنور والإيمان، الروح تضمأ فاعتني بالروح. وأكيد كنت أشجعهم دائما وأسمع لهم وأنصحهم باستغلال الوقت، والحمد لله كانوا متفوقين في المدرسة ودائما يحصلون على الترتيب الأول، وكذلك في الحلقات في تحفيظ القرآن الكريم كانوا يحصلون على المركز الأول ولله الحمد. أنصح الآباء والأمهات بأن يدفعوا بأبنائهم لحفظ كتاب الله والعمل بما فيه، ويكونوا قدوة حسنة لغيرهم، وكذلك تشجيعهم وتحفيزهم دائما بشكل عام ومتابعتهم المستمرة لهم. الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم معا لخدمة كتاب الله تعالى. سبحان الله سبحان الله. كما تابعنا وإياكم مشاهدين الكرام هذه القصة الملهمة، ونسأل الله أن تكون قدوة لكل الأسر ولكل العائلات، وبالتأكيد العيش مع كتاب الله
عز وجل، خصوصا في هذه الأيام المباركة. نسأل الله أن يوفقنا لقراءة القرآن ولحفظه ولصيام هذا الشهر وقيامه أنا الليل وأطراف النهار. المشاهدون الأكارم، عودة إلى الاستوديو والجولة الثانية في هذه المنافسة مع الأخوات الفاضلات هنا في فئة المصحف، ومرة أخرى إلى لجنة التحكيم والدكتور خالد لطرح السؤال الثاني أو أسئلة الجولة الثانية في هذه الليلة المباركة. سبحان الله سبحان الله. مرحبا بكنا بناتي الفضليات في إكمال حلقة هذه الليلة المباركة. المتسابقة الأولى معنا في هذه الجولة أمة الخالق محمد الغيلي. بقي أمامك السؤال الأول والثالث والخامس، فأيها تختارين؟ الأول. الأول، طيب، ومع شيخنا الشيخ غازي لإلقاء السؤال على المتسابقة أمة الخالق، فلتفضل. تتفضل المتسابقة أمة الخالق محمد الغيلي بالقراءة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نعم. لعلكم تعقلون. أحسنت، بارك الله فيك. ما شاء الله، وفقك الله وزادك من فضله. يا الآن إلى ابنتنا الأخيرة شفاء عبد الله با شعيب، وأمامك السؤال الرابع والخامس، أيها تختارين؟ الخامس. خامس؟ طيب، إلى شيخنا الشيخ غازي، يتفضل، بارك الله فيك. تتفضل الطالبة أو المتسابقة شفاء عبد الله با شعيب ولتقرأ من قول الله عز وجل: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون.
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين نعم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أحسنت وبارك الله فيك وفقك الله. ما شاء الله شفاء، بارك الله فيكن جميعا ووفقكن إلى ما يحب ويرضى. سبحان الله سبحان الله. إذن بارك الله في المتسابقتين وجزا الله خيرا لجنة التحكيم في هذه الجولة الثانية. تابعنا طبعا مشاهدين الكرام التلاوات العطرة، ومن ستغادر في هذه الحلقة ومنهن التي سيتأهن إلى المرحلة القادمة، هذا ما ستقرره اللجنة، وحتى نعطيها فرصة لإعلان النتيجة النهائية في هذه الليلة المباركة. نذهب وإياكم لمتابعة استراحة هذه الليلة ومع الفن الإسلامي الهادف، وقتا ممتعا. سبحان الله سبحان الله. هذه الفقرة برعاية مؤسسة أمين قاسم التجارية. سبحان الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما بتفعل؟ ها؟ وين تسوي؟ بين الصبح ما بنفعل، بين افعل كعك. بين الصبح. بالصبح؟ أيوة، ما هو الموضوع اللي تشتني فيه؟ ما بتفعل، ما بتسوي، ما بتفعل. بتجي أما بس هلا حقك ماما. في راجم للقع، في راجم للقع. أعوذ بالله. ما هو الموضوع اللي تشتي؟ الموضوع راي اصطبح بعدين. لا انا وده جنبك. من هو؟ البرميل حق القمامة.
أخي صلي على رسول الله. قد به عمال نظافة ينظفوا. عمال نظافة. تمام عمال نظافة ولا شاقين بعدك حق الوالد. ما بش معهم مهرج. يا أخي مهرجة. دكتوا لهم زلط. زلط. وانت فعل هكذا. خلصنا هذا ايش ايش الموضوع اللي تشتيت؟ هكذا قول لي. الموضوع يا صاحبي انا ما دعيتك الا وانا واثق. الموضوع ما فيه. وهجعنا لنا. دشينا وانت سوا سوا. ايوه. ما اتصلت لك الا وانا واثق فيك. الله المستعان. طيب اشتريت لك ذا الحين ولا بعده؟ ايوه ذا الحين. كان اي حين بعده. معك يوم. اسمع. فكر. انا اقول لك انا عاد اجي لعندك للبيت. ايه. واتي لك الرد الصح يعني اتي لك يعني خلاصة الموضوع. بعدك بعدك. حيا من دخل اهلا وسهلا. حياك الله. كيف يا مرحبا نور البيت. ما وضعت لنا يا اخي هذا سامع تقول شويه حكلام اليوم اليوم الغداء ما قلت ما حد. وانا والكل نفسك تمام دير لنا اي حاجه الغداء قاع مقلفت الان تي شاهي يلا راعي. والله ما سالت لك اوريك كيف أخر. اها الشاهية. ما هو هذا؟ ها؟ ما هو باقي تفعل؟ اخي جاوع. يا اخي اسحي على نفسك. ما به؟ مش هكذا. ما هت الدنيا كان البيت ساعة الورد النظيف وشمجنا ذيحن ملم قراطيس وشمع زعقة. ما هو؟ اسحى اسحى. والله ان انت ما هو هذا الخباز يا اخي اسحي على نفسك. يا اخي لو خليت محلقة. عايجي عامل النظافة. عامل النظافة ما عامل النظافة في الشارع مش أنا. وين المرح حقك؟ ما دخلك من المرح حقي. وين المرح حقك؟ قلة حياة. أنا مقتدي تنظف تنظف. تنظف بعدك سعمني شغالة عند أبوك. ما حول ولا قوة إلا بالله. ما بش حاجة. ها شو زعقة؟ ما اشتيش. ما هي من هذا حضرمي ضخمة. النار بس ما هذا الموضوع عليه خلمتني منه. أي الموضوع؟ بصير على قد خبزة وعلى نقرا داي. يا أخي هذا مش أسلوب حضاري. عيب واحد على كذا. سياسة عيد نظفنا ولا أشيل ريح وتشلهن. أشلهن. شو صاد؟ مش حقكم حق وحق الناس مرك. وانت فهمها زعلت على بيتك وما زعلش على الشارع. شكرا جزيلا لنجوم الفن الهادف. القرآن الكريم هو رباط بين السماء والأرض وعهد بين الله وبين عباده، هو منهاج الله الخالد وميثاق السماء الصالح لكل زمان ومكان، وهو أشرف الكتب السماوية وأعظم وحي نزل من السماء، لا يدانيه كلام ولا يشابهه حديث. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. المشاهدون الأكارم، فقرتنا التالية هي فقرة معالم وأعلام يمانية. نتابع السؤال الميداني والزملاء
في الميدان وسؤال الميدان وجائزة الميدان ومن سيفوز بهذه الجائزة الميدانية. نتابع. سبحان الله سبحان الله بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا. نجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام في فقرة معالم وأعلام وسؤال الميدان ضمن برنامج في رحاب القرآن من هنا من أحد الشوارع النموذجية في محافظة مأرب شارع صرواح، وهو أحد الشوارع المتعوب عليها من قبل الإخوة في صندوق النظافة والتحسين من حيث التشجير والإنارة والرصف. سؤال الميدان يقول: سورتان في القرآن الكريم سميتا بأسماء مناطق يمنية، ما هما هاتان السورتان؟ نتابع من سيكون الفائز بجائزة السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي سؤال ولا جائزة؟ إذا جاوبت عليه تحصل على الجائزة إن شاء الله. سورتان في القرآن الكريم سميتا بأسماء مناطق يمنية، ما هما هاتان السورتان؟ اللهم صل وسلم. سبأ. سبأ. نعم. نعم. عمران. نعم. عمران. نعم. عمران. نعم. سبأ. وعمران. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهر كريم. علينا عليك إن شاء الله بالخير. معي سؤال إذا أجبت عليه تحصل على الجائزة. تفضل. السؤال يقول: سورتان في القرآن الكريم سميتا بأسماء مناطق يمنية، ما هما هاتان السورتان؟ في مناطق يمنية؟ السورة أنا هذاكرها بس هذه اللي ذكر فيها سبأ. أتيني بعرش يا بلقيس. نعم سورة سبأ. نعم سورة أخرى؟ سورتان. إيش السورة؟ إيش السؤال الثاني؟ معليش يعني. هي سورتان. هذه اللي نذاكرها. معي سؤال إذا أجبت عليه تحصل على الجائزة. السؤال يقول: سورتان في القرآن الكريم سميتا بأسماء مناطق يمنية، ما هما هاتان السورتان؟ أيش هما هؤلاء السورتين؟ ثنتين سور سمت بأسماء مناطق من اليمن. والله ما أقول لك إلا خير. إذن معوض وفرصة قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك. عليك. معي سؤال إذا أجبت عليه تحصل على الجائزة. سورتان في القرآن الكريم سميتا بأسماء مناطق يمنية، ما هما هاتان السورتان؟ سبأ والأحقاف. سبأ والأحقاف. سبأ والأحقاف. نعم وإجابة سليمة وموفقة حصلنا عليها هنا في أحد شوارع مدينة مأرب. ومشاهدين الكرام، سورتان في القرآن الكريم سميتا بأسماء مناطق يمنية، هما سبأ والأحقاف. إجابة سليمة وصحيحة حصلنا عليها من الأخ عبد إسماعيل الدوكري. حصلنا عليها من الأخ عبد الدوكري. ما هما هاتان السورتان؟ سبأ والأحقاف. سبأ والأحقاف. ألف ألف مبروك وإجابة سليمة وموفقة. وطبعا حصلت على جائزة مالية وجائزة عينية مقدمة من محلات ريف اليمن للعسل والمكسرات. ألف ألف مبروك. واحدة من أهم المدن التي ذكرها القرآن الكريم هي مدينة الأحقاف في إقليم حضرموت التاريخي. قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. الأحقاف جمع حقف، وهو الكثيب المرتفع من الرمال باستطالة وعوجاج دون أن يصل الحقف إلى علو الجبل. ووفقا لعلماء التفسير، لا يمكن أن تكون الأحقاف إلا الموضع الذي يوجد في الجزء الجنوبي من صحراء الربع الخالي، والمقصود بها أرض حضرموت، وذلك بسبب خلو مناطق شبه الجزيرة العربية ومنطقة الشام والعراق ومصر من الجبال الرملية المعوجة وذات الشكل المستطيل. كان قوم عاد الذين بعث الله لهم نبيه هودا عليه السلام أول من سكن الأحقاف،
حيث كانوا يعيشون في قصور ذات أعمدة ضخمة الحجم، ووصف الله سبحانه وتعالى هذه المدينة بأنها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ويوجد أسفل رمال هذه المدينة مجموعة من العجائب التي تفوق قدرة الإنسان، حيث يوجد بها العديد من القصور بالإضافة إلى البنايات الشاهقة وغيرها العديد من المباني. وقد أنعم الله عليهم بآلاء ونعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها نعمة الأرض التي يعيشون عليها والتي تنبت لهم المحاصيل الوفيرة، ولكنهم ظلموا وقهروا العباد وازدادوا كفرا واستهزأوا بهود عليه السلام وكذبوه، فغضب الله عليهم وأخذتهم الريح جميعا في بضعة أيام. وتبقى الإشارة الربانية وراء اسم المدينة باسم ومكان القوم الهالكين، وتسمية سورة في القرآن الكريم باسم الأرض التي سكنوها لحكمة عظيمة من حكم الله سبحانه وتعالى، للفت انتباه البشرية لهذا المكان طوال الحياة، وليبين الله قدرته العظيمة التي حلت بالقوم الذين سكنوها. شكرا جزيلا للزملاء في الميدان، وتهانينا للفائز بالجائزة الميدانية، وتحية لكل العاملين من الزملاء في الميدان، وتحية لكل المتفاعلين مع كتاب الله عز وجل، خصوصا في هذا البرنامج في رحاب القرآن الكريم. الآن حان دور لجنة التحكيم لإعلان النتيجة النهائية في هذه الليلة المباركة إلى لجنة التحكيم، إن شاء الله يكونوا جاهزين بالنتيجة النهائية. أعزائنا المشاهدين الأفاضل، يطيب لنا أن نعلن نتيجة مسابقة ومنافسات هذه الليلة المباركة، حيث كانت النتائج على النحو الآتي: المتسابقة الأولى ألفت محمد أحمد الصلاحي، حصلت في الحفظ على 48.16 درجة، وفي التلاوة حصلت على 47.33 درجة، وإجمالي نتيجتها 95.49 درجة. أما المتسابقة الثانية أمينة حسن هبة فقد حصلت في الحفظ على 46.16، وفي التلاوة على 46.66، المجموع 92.82 درجة. أما المتسابقة الثالثة أمت الخالق محمد الغيلي فقد كانت هي الأولى في هذه الليلة، حيث حصلت في الحفظ على 49.5، وفي التلاوة على 48، بمجموع 97.5 درجة. أما المتسابقة الأخيرة وهي شفاء عبد الله با شعيب فقد حصلت في الحفظ على 49.83، وفي التلاوة على 45.33، بمجموع 95.16. وبالتالي الطالبة التي ستغادر في هذه الليلة هي أمينة حسن هبة، فنسأل الله التوفيق للجميع وعقبة للجميع في حظ أوفر في حلقات قادمة وبرامج متعددة، وإلى اللقاء. اللهم أمين، جزاكم الله خير، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، كما هو واضح من خلال إعلان النتيجة النهائية من قبل لجنة التحكيم في هذه الليلة المباركة، نتمنى للجميع التوفيق والنجاح. ويتفضل الآن الشيخ صالح الحواني رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم إلى الاستوديو لتكريم المغادرة أو التي ستغادر هذه المنافسة، بينما سيتأهلن الثلاث الأخريات إلى المرحلة القادمة. تفضل شيخ صالح. سبحان الله سبحان الله. حياك الله شيخ صالح، و بوركت جهودكم وجهود كل العاملين في الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. بارك الله فيكم وإياكم، الله يعطيكم العافية.
كما تم إعلان النتيجة من قبل لجنة التحكيم التي ستغادر في هذه الحلقة هي الأخت أمينة حسن هبة، تتفضل لاستلام جائزتها وكذلك شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. تفضل يا أخت أمينة. الله أن يبارك فيها ويبارك في جهودها، وإن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى عقبالها في المسابقات القادمة. تفضل يا بنتي. جائزة مالية مقدمة من صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب، وكذلك شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بالتوفيق والنجاح. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في رحاب القرآن الكريم، على أمل أن نلتقي في الحلقة القادمة بمشيئة الله. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل الذي يعمل بكل إخلاص وتفاني من خلف الكاميرات، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة على خير وعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، سبحان الأحباب.